السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ الأخبار يا رب تكونوا بخير. المحاضرة اللي فاتت اتكلمنا عن الـ Space and Time Trade-off وما كملناهاش، لأن احنا اتكلمنا عن الـ Input Enhancement وعرفنا الـ Counting Sorting والـ Searching. هنكمل بقى النهاردة وهنعرف الـ Bree Structuring، واللي هنتكلم فيها عن الـ Hashing والـ B-Tree. تمام؟ طيب، ايه هو الـ Hashing؟ الـ Hashing ده هو يعني طريقة مميزة جدا جدا بنعمل implementation بيها للـ direction الـ dictionary. والـ dictionary أول ما تسمع dictionary يبقى تعرف إن أنت لو عندك list أو array بقى أو table في الـ database أو whatever. يعني إزاي بقى أنا أقدر أعمل عليه عملية الـ find، عملية الـ insert، وعملية الـ إيه الـ delete. تمام؟ find اللي هو الـ search بقى، عايز أشوف رقم معين. الانسيرت عايز اضيف رقم، الديليت عايز احذف رقم. تمام؟ وطبعا دي بتعتمد يعني اعتماد كبير جدا جدا عن السبيس فور تايم تريد اوف، وهو ان انا ازاي بقى استخدم زي ما قلنا المره اللي فاتت المساحه اللي عندي في ان انا اقلل، يعني استخدم المساحه دي اخزن فيها شويه بقى انفورميشن عن الاري ده، بحيث لما اجي اعمل فايند او اعمل سيرش الموضوع يكون بالنسبه لي سهل جدا. يعني تكون يعني اقعد يعني مثلا امسك الاري اللي عندي ده، اقعد افهمه بقى واعرف مداخله ومخارجه، بحيث ان انا اول لما اجي يعني كان مثلا تخيل كده مثلا ان انت حاره مثلا او منطقه معينه كده. تمام؟ انت علشان الناس مثلا يعني مثال شهير على كده مثلا بتوع الدليفري، مثلا بتلاقي بتاع الدليفري عارف كل المداخل والمخارج والطرق وكده، هو خلاصك حفظها. فبقى حته ان هو يعني في ناس كتير اصلا بتاع الدليفري ده ما بيمشيش على اللوكيشن، ما بيمشيش على جوجل مابس، لان هو خلاصك عارف المداخل والمخارج، فبالنسبه له عنده معلومات مخزنها في دماغه قللت عليه وقت الوصول. يعني هو مثلا لو عايز يوصل دليفري مثلا عايز يوصله لمنطقه معينه، بدل بقى ما يقعد يسال ويمشي على جوجل مابس ويخش من الطريق ده وهتاخد معاه وقت، هو هنا بقى حفظ الطرق بتاع المنطقه كلها في دماغه كده، عنده سبيس، قلل عنده التايم بتاع الوصول. ده كل الفكره، يعني الفكره المحوريه بقى اللي هي بتاعت الايه السبيس فور تايم تريد اوف. تمام؟ عندنا ابلكيشن السيمبل تيبل والداتابيز. تمام؟ الداتابيز اللي هي الهاشنج بتاع الداتابيز هنعرف دلوقتي. طيب، عندنا في الهاش تيبل بقى وعندنا الهاش فانكشن. الهاش تيبل ده بيبقى تيبل معين. يعني ايه؟ خلينا نشوف الفكره بتاعته. طيب، الفكره بتاعته هو ان انا بيكون عندي جيفنج فايل اوف سايز ان، عندي فايل معين تيبل بقى في الداتابيز، اري مثلا، ليست، اي حاجه. تمام؟ السايز بتاعها ان او اللينس بتاعها ان. تمام؟ عايز بقى عايز ابدا اعمل تيبل of size m. تمام؟ بحيث لما انا مثلا اجي عايز اوصل لحاجه اوصل لها عن طريق التيبل ده. تمام؟ وال يعني الفانكشن بتاعت اللي هي الهاشنج فانكشن دي بنسميها اف، يعني بنسميها اتش اوف كي. تمام؟ انا بديها الكي ده، وليكن مثلا الكي ده الستودنت مثلا الستودنت اس اس ان. تمام؟ عايز اوصل بقى للريكورد بقى اللي فيه بقى البيانات بتاع الطالب كله بقى، اسمه والعنوان بتاعه والدرجات بتاعته والمواد اللي مسجله والكلام ده كله. هو ده يعتبر اصلا كده يعتبر رو في الداتابيز، بس الرو ده الاي دي بتاعه هو الاس اس ان. وانت متخيل الاس اس ان؟ يعني عنده طلاب كتير جدا، عشان اوصل لطالب بعينه، فعشان اوصل لطالب بعينه في الداتابيز هيكون موضوع كبير جدا. ولكن بقى حوار الهاشنج بقى بعمل ايه؟ ولنفترض ان انا بقول اللي هي الرقم ده، بنروح مثلا قاسمينه على ال 1000، او بنجيب الموديول 1000، هيطلع لي رقم معين. ابدا اخزن الرقم ده فين؟ اخزن تعالى نتخيلها كده كده، يعني ايه؟ واحده واحده. انت عندك الستودنت اي دي ده، تمام؟ هتروح قايل الموديول 1000، هيطلع لك رقم وليكن اكس. تمام؟ فخلاصك انا كده عندي الهاش تيبل اهو بقى. تمام؟ عمليه الهاش دي اسمها الهاش فانكشن. يبقى دي كده الايه؟ الهاش فانكشن. ده بقى الهاش تيبل.
اوكي طيب طلع لي اكس، يبقى انا هخزنه في الايه، هخزنه في الاندكس اكس في الداتابيز عندي، بحيث لما انا بقى اجي تاني بعد كده عايز مثلا نفس الستودنت اي دي ده اروح مدخله على نفس الهاش فانكشن دي، هيروح مطلع لي ايه اكس، اروح رايح دايركت على طول على المكان اكس اجيب بيانات الطالب وهكذا. تمام. الهاش فانكشن دي جميله بقى في حته ان هي سهله اصلا في ان انت تحسبها. تمام. وبالمناسبه يا شباب، انت ممكن تغير الرقم ده زي ما انت عايز، يعني ممكن تعمل اي هاش فانكشن من يعني من دماغك كده. تمام. اوكي طيب، بيحصل بقى عندي الكولوجنز، واللي هو اللي هو مثلا انت عندك زي ما قلت لك كده. طب تعالى نرجع كده، ان انت عندك الستودنت اي دي. تمام. دخلت ستودنت اي دي معين، وليكن ستودنت اي دي ده. تمام. ورحت مدخل ستودنت اي دي تاني. تمام. وليكن اي حاجه مثلا، يعني اي حاجه مش هتفرق يعني. والستودنت اي دي ده طلع لي اكس، يبقى انا المفروض ايه، هحطه في الايه، يعني هخزنه في البوزيشن اكس، بحيث لما اجي ادخل نفس ده، نفس الاي دي ده على الهاش فانكشن تاني يطلع لي اكس، اروح ادور في المكان اكس. وجيت وانا بعمل بقى، وانا بعمل ده مثلا، ونفترض ان احنا كنا بنعمل موديل الف مثلا ولا حاجه، جيت وانا بعمل هنا تاني طلع لي اكس. طيب ما انا عندي في المكان اكس فيه. طيب هنهندل الموضوع ده ازاي؟ عشان نهندل الموضوع ده عندنا طريقتين، وطريقه الاوبن هاشنج والكلوز هاشنج. الاوبن هاشنج بيقول لك لا يا عم، انت هيكون عندك التيبل بتاعك، الهاش تيبل بتاعك اصلا انت مش هتحط فيه ارقام، انت هتعمله يعني ايه، از بنتر لايه، للينكد ليست. فهنا هنفترض مثلا المكان ده اكس. تمام. فاروح مخزن فيه اول واحد اللي هو الاي دي الاول، وبعدين جالي تاني يعمل لينكد ليست تانية كده، وامشي بقى اقعد اعمل لينكد ليست. دي طريقة، دي طريقة. الطريقة التانية وهي الكلوز هاشنج. تمام. وبيبقى عندي طبعا هنا الطريقة دي عكس الطريقة الاولانية اللي هي بتاعة الاوبن. ليه الاوبن ما كناش اصلا بنحط هنا حاجة، كنا بنعمل ايه ليست، بنعمل لينكد ليست. لا احنا هنا بنحط الرقم بالفعل، ولكن عندي طريقتين، عندي طريقتين، ولكن الطريقه يعني الـ الطريقه الـ يعني ازاي اصلا احنا بنعملهم، بنحطهم هنا، هي فكره واحده، الفكره العامه واحده. يعني مثلا لو حطيت هنا اكس، جالي اكس تاني في اللينير، في اللينير هنا. تمام. في اللينير بروبنج هنا بنعمل ايه، بنشوف اللي بعده. لو انا حطيت هنا اكس ولقيت ان جالي اكس تانيه، تمام، فبحطها هنا. يعني جالي اكس في الاندكس، ولنفترض هنا 0 1 2 3 4 5، جالي هنا اكس. تمام. حطيت اكس هنا تاني. طيب جيت وانا بعمل موديل تاني طلع لي اكس ثالثه، فالمفروض ان هي جالي الاكس، جالي ان هي الاكس احطها هنا. طيب رحت عامل ايه، رحت عامل النكست. طب النكست فيه، ادخل على النكست وهكذا. طب لو تخيلت ان ده كان عندي كده، تمام، وجالي اكس هنا، وقعدت امشي لقيت كل ده مليان، كل ده مليان، بترجع من الاول تاني، بترجع من الاول تاني. وخد بالك الطريقه دي ما تشتغلش لو عدد الكي اللي عندي، الكيز اللي عندي، لو عندي مثلا لو عندي مثلا دول كام، 2 4 6 8، لو انا عندي 8 8 باكت، يعني 8 اماكن زي كده. تمام. وعدد الكي عندي 9 ما تنفعش. ليه؟ لان انا بحط 1 كي بير سيل، يعني كل سيل او كل باكت من دول بحط فيها كي واحد. لكن لو في الاوبن، الاوبن لو عندك يعني قد ايه عادي، انت كده كده بتعمل لينكد ليست، واقعد حط في اللينكد ليست براحتك. والدبل هاشنج بقى بنعمل ايه؟ ولنفترض ان انا طلع عندي اكس، تمام، وجيت بدخل رقم تاني طلع عندي نفس الاكس، بروح مدخل الاكس اللي طلع لي دي من في هاش فانكشن تاني، اعملها هاش فانكشن تاني بطريقه تانيه، فتطلع لي رقم. ممكن الرقم ده مثلا ازوده على الرقم ده او اي حاجه، يعني مش هتفرق. تمام. وبرده انا جايب لكم على نفس الموقع برده ازاي نعمل الاوبن هاشنج والكلوز هاشنج، هنشوفهم فيجواليزيشن يعني، بس خلينا نفهمهم الاول كده وانا اشرحهم.
طيب الاوبن هاشنج، الاوبن هاشنج هنا زي ما قلت لك بيقول لك ان انت يعني بتحط الكيز بتاعتك تمام، او بتعمل سورتد لللينك ليست بتاعتك اوتسايد الايه، اوتسايد اوتسايد الهاش تيبل بتاعك. زي ما قلت لك انت بتعمل هاش تيبل زي كده، مش بتحطه جوه حاجه، انت بتحطه كله بره، بتعمل لينكد ليست. لينكد ليست بدايتها فين؟ بدايتها هنا، يعني ده كده بيشير لللينكد ليست تمام. وطبعا يعني بتبدا بقى زي ما قلت لك بتعمل هاش فانكشن وتشوف كل واحده بتتحط فين. ولو طلع عندك هنا مثلا، لو لقى ان هو عنده كلمه ار وكلمه سون الاثنين ليهم نفس الهاش، فهنا طالما في الاوبن قلنا بنعمل لينكد ليست. طب لو طلع عندك كلمه ثالثه هتروح عامل كده لينكد ليست تشير على اللي بعدها وهكذا. طبعا في طبعا بطريقه ما مثلا هنا يعني اشهر طريقه ان انت بتعملها على موديول 13 تمام. طبعا هنا الايه، فبيروح يجيب الباينري بتاعه، ومن الباينري بتاعه يجيب الديسمال بتاعه. يعني انا مثلا جبت الايه مثلا الباينري بتاعه مش عارف 010 مش عارف الكلام ده كله، يروح محول ده لي من الباينري لي الديسمال، وبعد كده الديسمال اللي يطلع له ده يبدا يعمل له موديول على ايه، على ال 13. طب لو هو مدينا ارقام على طول، لو ارقام على طول بيعمل موديول لل 13 على طول. اوكي طيب نيجي بقى الهاش فانكشن بتاعتي تمام. ولنفترض مثلا ان الان ده، الان هو عدد ال عدد ال ال طب خلينا كده نشوف الان ده مثلا، ولنفترض ان الان ده هو عدد ال الحاجات اللي عندي مثلا اللي هي الاماكن اللي عندي تمام، والام والام ده عدد الكيز اللي عندي تمام. فهو برضو بيعمل ايه لو عدد الان ده خلينا طب نشوف هنا بيقول لك if the number of keys in sorry عدد الكيز اللي عندي هو الان، عدد الكهات اللي عندي، عدد الارقام اللي عندي هو ان. طيب زي ما قلت لك، زي ما قلت لك لو انا عندي مثلا ولنفترض مثلا 8 كي تمام، 8 student ID او student SSN، وعندي الاماكن اللي عندي 7 بس او 5، فهيشتغل ازاي؟ طب يا باشمهندس هقول لك، ما انت كده كده شغال على اللينكد ليست، فممكن مثلا الخمسه دول هتقول مثلا كل واحده واحده، وايه والاخيره دي مثلا او الاولى دي تحط فيها الثلاثه الباقيين وهكذا. فهو بيشتغل لو عدد الكيز اللي عندي اكبر من عدد ايه الباكت او عدد السيلز اللي عندي. اوكي طبعا بياخد بيك تايم ايه، بياخد الافشنسي تايم بتاعه او البيج او بتاعته ايه، بيج او اوف 1. طيب بيج او اوف 1 ليه؟ لان انت يعني دايركت كده بتدخله على الفانكشن ويطلع لك رقم تروح رايح على طول، مش بقى بتقعد تعمل سيرشنج بقى والكلام بتاع سيرشنج بقى تقعد تشوف باينري سيرش او سيكونشال سيرش والحاجات اللي بتاخد وقت دي، لا ده دي دايركت على طول. فالطريقه دي يعني مميزه جدا. وهنا بقى حته ان انت استخدمت السبيس اللي عندك في ان انت تخزن معلومات مسبقه عن الـ عن الـ عن الفيلد اللي عندك او عن التيبل او اي حاجه اللي عندك، يعني اللي هي الانبوت بتاعك خزنت عنه بيانات. وهنا بقى حته الاستراكشر، يعني احنا هنا بنتكلم على الريستراكشرنج، يعني انت عملت اصلا بريستراكشر، عملت يعني هيكله مسبقه، عملت هيكله للبيانات، هيكله بيانات مسبقه. وهيكله البيانات المسبقه دي ان انت بدات تظبط شويه في حته بقى ان انت تحط مثلا لكل مثلا رقم من دول مثلا في الداتابيز اللي عندك، تحط مثلا ليها علامه مثلا تشير ليها عشان تروح على طول وكده. فالحته دي اللي بتميزها قوي. هتلاقي عندك هنا في حاجه اسمها اللي هي الالفا، والالفا دي بتشير لايه؟ الالفا دي بتشير ل كام مره او ايه هو اللينث بتاع اللينكد ليست. احنا اتفقنا ان احنا عندنا ادي الهاش تيبل وكل واحده منه طالعه منه لينكد ليست تمام. عدد المرات او عدد احتمالات ان انا السيرش بتاعي مثلا او السكسسفول سيرش بتاعي ينجح هي 1 زائد الفا على 2، وعدد مرات الفشل اللي هي الالفا، يعني عدد مرات الفشل اللي هي ايه اللي هي الالفا. طبعا كل ما كانت الالفا دي قليله، طبعا كل ما كان بالنسبه لي ايه احسن. وطبعا اسمها اللي هي اسمها اللود فاكتور، يعني الالفا دي اللي هي اللود فاكتور، كل ما كان اللود فاكتور اقل كل ما كان احسن. لان هنا ايه، هنا اليو دي بيقول لك اللي هي الان سكسسفول سيرش،
والاس اللي هي سكسسفول سيرش. فكم مره السيرش بتاعها هينجح لو الالفا دي قليله جدا، يعني لو كل اصلا واحده من دول كل لينكد ليست فيها واحده بس، تمام؟ فدي بتكون ايه، بتكون كويسه. وبيقول لك هنا يعني الالفا دي كل فعلا هو بيقول لك كل ما تكون قليله خالص كل ما كان ايه احسن بالنسبه لي، ان ساعتها هيكون الانسكسسفول سيرش هيقل والسكسسفول سيرش ايه هيزيد. ده كده بالنسبه لي، بالنسبه لي الاوبن هاشنج. طيب تعالى كده نشوف الاوبن هاشنج ده بيتم ازاي. طيب هنا عندي، تمام، هنا طبعا بتختار انتجر او سترينج. خلينا ايه نشتغل على الانتجر، ولنفترض هنا طبعا بيقول لك ان هو بايه، هنشوف هنا هم هنا كام واحده، هنا يعتبر 13، فهنقول مثلا 13 انسرت 13 موديول 13 بزيرو، يحطها ايه هنا. طيب تمام. طب نقول 26 موديول ال 13 المفروض ان هي بصفر، لان هي بصفر هيعمل ايه، هروح عامل ليست، عامل لينكد ليست. طيب نقول مثلا 39 نفس الكلام زيرو، عمال يعمل لينكد ليست. طيب نقول مثلا 14 لان هي واحد، هيحطها في ايه، في الاندكس واحد. طب نيجي بقى هنا الفايند، نقول له مثلا هات لي يا سيدي رقم 26 زيرو. خد بالك هنا بقى، خد بالك هنا في مشكله شويه هنا في الاوبن هاشنج هنا. ليه؟ لان انت اصلا بتعمل سيرش جوه هنا، فاهم؟ فده بيقلل عندك شويه حته ان انت تعمل سيرش في الليست هنا في اللينكد ليست، فده بيقلل عندك. ولذلك بيقول لك كل ما كانت الالفا قليله كل ما كان ايه بالنسبه لك احسن، تمام؟ طيب تعالى كده ايه نجرب نعمل مثلا ديليت ل ال 26 ديليت، لان هي بتساوي الزيرو، تمام. دخل عند الاندكس زيرو، راح شاف مكانها فين. وخد بالك هنا برضو بيعمل لهم سورتنج جوه هنا، لو خدت بالك بيعمل لهم سورتنج ايه جوه هنا. طيب تعالى بقى كده نكمل في السلايد بتاعنا. طيب نيجي بقى بعد كده للكلوز هاشنج. الكلوز هاشنج زي ما قلت لك، تمام، بيعمل سورت للكيز اللي عندي جوه الهاش تيبل نفسه، يعني جوه نفسه من غير طبعا ما يعمل لينكد ليست. هنا مفيش لينكد ليست، هو وان كي بير سيل او بير باكت، يعني زي ما هو عندي كده بيعمل. وزي ما قلت لك لو مثلا هنا حط اكس وجاء عمل الهاش فانكشن على رقم مختلف تاني، لان هو اكس بيروح على اللي بعده، او يشوف الدبل هاشنج ويعمل هاشنج للمره الثانيه ليها، تمام. وطبعا ده ما بيشتغلش، خد بالك ان ده ما بيشتغلش لو ايه بقى، لو انا عندي 8 كي زي ما قلت لك وعندي عدد السيلز او عدد الباكتس اللي عندي مثلا 7، مش هيشتغل. ليه؟ لان انا عندي 8 كي، يبقى عندي 8 او اكتر، تمام، يبقى ما يشتغلش لو اقل منه، تمام. عندي برضو يعني زي ما قلت لك عندي طريقتين، منهم الطريقه اللي احنا يعني هندرسها هنا اسمها اللينير بروبنج، ودي زي ما قلت لك بيبدا يشوف يعني. لو تعالى كده برضو ايه نجرب كده، ادي عندي الهاش تيبل بتاعي، تمام، جالي ان انا هنا في اكس، تمام، دخلت رقم تالي جاب لي نفس الاكس. طبعا لو احنا على الاوبن هاشنج كان هيعمل كده ويحط ايه، طبعا ما كانش هيبقى هنا، كان هيعمل لينكد ليست. طيب احنا هنا كلوز، هيبدا يشوف اللي بعدها، طب اللي بعدها فاضيه احطها فيها، طب لو مش فاضيه خش على اللي بعدها، مش فاضيه ابدا من الاول خالص، وهكذا، تمام. هنا بيقول لك لو وصل للاخر خالص، لو وصل للاخر خالص هتبدا من البدايه تاني وتجرب، تمام. تعالى كده بقى نشوف المثال اللي عندنا، نفس الكلام برضو، نفس الكلام المثال اللي عندنا هو المثال يعني، وهوريكم برضو ايه، هوريكم على الموقع برضو الموضوع ده شغال ازاي. زي ما قلت لك ما بيشتغلش هنا لما الان اكبر من الام، الان ده عدد ايه، عدد الكي اللي عندي. لو انا عندي 8 كي، عندي 8
student ID او 8 student SSN، وعندي عدد الاماكن بس اللي عندي هم 5 مش هيشتغل، 7 مش هيشتغل، 8 ممكن يشتغل. عمليه الديليت سهله جدا جدا. هنا بيافويد البوينترز، مش بيعمل لينكد ليست، لان اللينكد ليست فيها بوينتر كتير جدا، وطبعا البوينتر مش افضل حاجه يعني. تمام. طبعا عمليه الفايند او الانسيرت او الديليت طبعا بتعتمد ايه على اللود فيكتور، وهو الايه، هو الالفا. والالفا هنا بتختلف شويه، وهي ال n على ال m. ال n على ال m. طيب ال n على ال m كل ما كان صغير كل ما كان احسن. ليه بقى؟ ال n عدد الكي اللي عندي، وال m عدد الاماكن. طب لو عدد الاماكن، لو عدد الارقام اللي عندي او الستودنت اي دي اللي عندي 5 مثلا، وعندي انا كم مكان، عندي مثلا 20 مكان، ده بقت قليله جدا، يبقى الالجوريزم عندي بقى ايه، سريع جدا. تمام. وطبعا السكسسفول هنا بيساوي نص في 1 زائد 1 على الفا ناقص 1، 1 ناقص الفا، وهنا العكس ايه، 1 ناقص الفا ايه سكوير.